وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية. وأهلا بك في نشرة الثامنة. كيف تسهم الشراكة مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050؟ شكرا جزيلا أختي العزيزة، وشكرا لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. في البداية أود أن أرفع أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على منحه الثقة للقطاع الخاص وللجمعيات المهنية ودعوتهم للمشاركة في الاستشارات المبدئية لصياغة رؤية البحرين 2050، وكذلك استقباله لرؤساء لي ولزملائي رؤساء الجمعيات المهنية في البحرين حال إعلان البدء في صياغة الرؤية. نعم. وهذا لما يمثله أصحاب المهن الحرة في مملكة البحرين وما يلعبونه من دور في التنمية وفي النمو وفي التطور. فالدول كما تعلمون بأن الدول والشعوب يقاس تطورها بمدى اعتمادها على المختصين في رسم السياسات وفي تنفيذها، فكلما زاد الاعتماد على المختصين كلما ارتفع مقياس التطور والتحضر لهذه الدولة أو تلك. ومملكة البحرين بلا شك سباقة منذ عهد الاستقلال في ترسيخ احترام المهن والتخصصات المختلفة. نعم أستاذ صلاح، ما هو دور الجمعيات المهنية في تعزيز منجزات مملكة البحرين؟ في الواقع أن سياسة حكومة صاحب السمو الملكي ولي العهد في خصخصة بعض الخدمات الحكومية من أجل تطويرها ومن أجل تسهيلها زادت من الحاجة إلى الاعتماد على القطاع الخاص، وتفرغ الجهات الحكومية للتنظيم والمراقبة. فنجد مثلا المحامي الآن يقوم بتوثيق المحررات ويقوم بتنفيذ الأحكام ويقوم بتأسيس الشركات وليس كما سبق، وكذلك المهندس يقوم بأعمال المساحة والتخطيط وترخيص المباني. كل هذه كانت تعمل يقوم بها الأجهزة الحكومية فيما سبق. نعم. فأصبح أصحاب المهن شركاء حقيقيين وفعليين في الأعمال الحكومية وليس فقط في القطاع الخاص. لذلك إشراكهم منذ البداية في صياغة رؤية 2050 لا شك بأنه هو قرار حكيم من لدى صاحب السمو الملكي ولي العهد، وسيكون له مردود في أن تخرج هذه الرؤية بصياغة مناسبة وكافية ومشرفة لمملكة البحرين. نعم، إذن الأستاذ صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، شكرا جزيلا لك.